أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الملعب. يقال أن تعبر عن رأي متطرف بهدوء أفضل من أن تعبر عن رأي معتدل بلغة انفعالية، والأفضل بالتأكيد أن تجمع بينهما. البداية مع العناوين. الأمير نواف يواصل انتقاد الإعلام ويهدد بالملاحقة القانونية. الرئيس العام اتهام الرئاسة بتعطيل المشاريع غير مقبول. الأمير نواف يؤكد أموالنا مراقبة ولا نقبل التشكيك. الشباب بطل الدور الأول بفارق نقطة عن الهلال. والأنصار يسجل رقما قياسيا والرئيس يتحدث للملعب. الهزاع يرفض انتقال لاعبيه ويؤكد نؤسس لمرحلة جديدة. مدرب القادسية يعتذر لحكم مباراته مع نجران. جولة صباحية في تدريبات النصر ومالك يتحدث. الجماهير السعودية تتحدث عن المنشآت في اسمعونا.